ايضا بينضم لي الان الدكتور حامد فارس استاذ العلاقات الدوليه. مساء الخير عليك دكتور حامد. اهلا بك استاذ طاهر واهلا بالساده مشاهدي قناه المحور. اتمنى تكون حضرتك طبعا تابعت معنا المظاهرات الموجوده الان في كل محافظات مصر. في البدايه يعني تقييمك للموقف ايه؟ تقييمك لمشاعر الناس دي ايه؟ تقييمك ايضا للرسائل اللي بتخرج من الناس الموجوده حاليا. طبعا الصوره اصدق من الكلام، يعني هذه الصوره التي نشاهدها في كل محافظات مصر ما هو الا دلاله على رفض المخططات الاسرائيليه التي تسعى الى تصفيه القضيه الفلسطينيه. هذه ايضا رساله واضحه للخارج من ان هناك ظهير شعبي حقيقي يقف خلف قيادته السياسيه ويدعمها بشكل كبير. رساله واضحه من ارض مصر ومن امام معبر رفح ايضا بوجود الامين العام للامم المتحده على الارض المصريه كدلاله واضحه على ان دور مصر المحوري والتاريخي في دعم القضيه الفلسطينيه باعتبار مصر كما اشار انطونيو جوتريتش هي العمود الفقري لدعم قطاع غزة ودعم القضية الفلسطينية. رسائل مهمة جدا يحملها اليوم في مصر سواء على مستوى المظاهرات والدعم التاريخي للقضية الفلسطينية. أكثر من 105 مليون بيفترشون في الأرض الآن ويدعمون القضية الفلسطينية، حتى من لم ينزل المظاهرات فإنه ينتظر دوره في دعم القيادة السياسية المصرية ودعم القضية الفلسطينية على اعتبار أن هذه القضية هي قضية مصرية بامتياز ينظر إليها باعتبار لا يمكن أبدا المساس بها ولا يمكن أبدا التضحية بسكان قطاع غزة، ولن يسمح بالتهجير القسري لقطاع غزة، ولن تنجح إسرائيل بتنفيذ مخططها الشيطاني في دكتور حامد عفوا، يعني إيه تهجير قسري برضو؟ يعني أنا شايف إن الكلام اللي بيخرج بهذا الشكل من إسرائيل ده استفزاز فوق الخيال، مخالفة للقانون الدولي فوق الخيال، والأغرب من ذلك يا دكتور حامد إنها معلنة يعني في كل وقت حتى فيما بينهم يتحدثون بالتهجير القسري، كأني مثلا بقول لك سلام عليكم. إيه فين القانون الدولي يا فندم؟ قانون دولي كنت أتحدث بالأمس عن هذه الجزئية تحديدا وأرى أن القانون الدولي أصبح قانون الغابة، شريعة الغاب تنفذ، ليس هناك قانون دولي ولكن القانون الدولي يطبق على الضعيف وليس على القوي، وبالتالي اللغة الآن هي لغة القوة. وكما أشارت تصريحات مهمة من الدولة المصرية أن التصعيد سيقابل بالتصعيد، وهذه رسالة واضحة من أن الدولة المصرية تسعى بكل قوة إلى إحلال السلام، ولكن سلام القوة، سلام العدل، سلام الحق، وهو إقامة دولة فلسطينية عادلة. ولا بد أن يوعي ويدرك المجتمع الدولي أن استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في غيها في تصفية القضية الفلسطينية لن يأتي إلا بعواقب وخيمة ليس فقط على المنطقة العربية ولكن على العالم أجمع، لأن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ستكون التأثيرات كارثية عليهم في حالة إقدام إسرائيل على السعي إلى تصفية القضية الفلسطينية، لأن هذا لن يحدث ولكن سيسبب زلزالا مدمرا في الكثير من كل دول العالم سواء على المستوى الاقتصادي أيضا على مستوى يعني العمليات النوعية وتهديد المصالح الأمريكية، وده اللي شاهدناه بالأمس. تواريخ بتطلق من الحوثيين تجاه تل ابيب وكانت بتتجه بالفعل الى تل ابيب لولا ان القوات الامريكيه قد اعترضت هذه التواريخ، وبالتالي قواعد الاشتباك في منطقه الشرق الاوسط ستتسع، ستزيد الامور بشكل كبير وتخرج عن السيطره في ظل ان هناك قوه مترقبه لكي تنقض على اسرائيل، في ظل ان اسرائيل الان ايضا في اضعف حالتها، وده اللي اشار اليه النهارده. يعني العنوان الرئيسي للصحف الاسرائيليه واكبر الصحف الاسرائيليه تشير لصمود الشعب الفلسطيني وأنه من أعظم شعوب العالم الذي دافع عن أرضه وأنه لن يكون هناك تضحية من قبل الشعب الفلسطيني بقطاع غزة أو بالضفة الغربية، وده لم يأتي من فراغ، ولكن هناك وهن حقيقي في الجيش الاحتلال الإسرائيلي، هناك حالة معنوية منخفضة بعد أحداث وواقعة 7 أكتوبر واللي يعني كانت قوية وكالزلزال المدمر على بعض أو على الأراضي المحتلة داخل إسرائيل. نسبة الكراهية بدأت تزيد جدا للحكومة الإسرائيلية، ويعني اسمح لي أن أقول للأسف تحولت أيضا إلى الشعب الإسرائيلي بصفة عامة. من يتحمل هذه المسؤولية يا فندم؟ يعني هذه الحكومة الموجودة في إسرائيل الآن
كتبت نهايتها بيديها لن تستمر كثيرا هذه الحكومة، لأن ما حدث في إسرائيل هو كسر واضح للغطرسة والهيبة الإسرائيلية الزائفة ومقولة الجندي الذي لا يقهر ومن هذه المصطلحات الرنانة الغير موجودة على واقع الأرض. يعني احنا بنتحدث عن فصيل مقاومة يعني لا يتعدى إمكانياته خمس أو حتى 1% من قوة الجيش الإسرائيلي، وقامت بتنفيذ عمليات نوعية وتفوقت على كل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، نجحت في الاختراق برا وبحرا وجوا. وأيضا في نقطة مهمة جدا يا أستاذ طاهر ولم يتم الإشارة إليها كثيرا، أن كان هناك عملية تبديل للجنود داخل الأراضي الإسرائيلية وداخل الأرض الفلسطينية المحتلة، يعني تم تبادل جنود، ودي دلالة كبيرة ويعني أن المقاومة الفلسطينية ستوجه ضربات في الفترة القادمة لإسرائيل إذا لم ترتعد إسرائيل واستمرت في غيها، لأن إسرائيل لا تدرك خطورة أن يكون هناك جرأة من قبل المقاومة الفلسطينية على تنفيذ هذه العملية، وبالتالي استقرار هذه العملية من الممكن جدا أن تكون الخسائر أكبر من ذلك بكثير، وتقوم دولة الاحتلال الإسرائيلي بالانهيار، لأن كل المؤسسات إسرائيل بتخسر يوم كل 3 أيام نتيجة القنابل اللي بتقذفها على غزة أكثر من 912 مليون دولار، وده رقم كبير جدا في ظل الاقتصاد الإسرائيلي بيعاني اللي هو متهالك أصلا حاليا بشكل كبير. صحيح، ده حقيقي. وأيضا البورصة خسرت بشكل كبير جدا، بنتحدث لحتى هذه اللحظة خسائر الاقتصاد بعيدا عن الحرب العسكرية المكلفة جدا حوالي 8 مليار دولار، وده اللي جعل الولايات المتحدة الأمريكية تعطي شيك على بياض لإسرائيل سواء دعم عسكري أو دعم سياسي، ولا بد أن تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عن الدعم المطلق الذي يعني دعم الأعور الذي لا يرى إلا بعين واحدة، وهذا ما سيؤدي إلى اشتعال المنطقة بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط إذا لم يكن هناك إدراك بالرؤية الاستراتيجية المصرية ودعم الجهود المصرية لإحلال السلام في الشرق الأوسط. بشكرك دكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية.